اهدي بنتك جزرتني. كانت عايزه منك ايه؟ جات وفطمتني على كل حاجه وقالت لي اللي على اللي لازم نعمله عشان نطلع من هنا. انا كنت عارف ان شركة مش هتسيبني، هتقف جنبي وتساعدني عشان تخرجني من المحنه اللي انا فيها دي. بس يعني تخرجنا احنا الاتنين. بس خلي بالك ريم مش هتسكت. وانا كمان خايفه من ريم ده، مع انك يعني نادله وقللت الاصل وبعتيني بتلات تعريفه. بس اعمل ايه؟ اهو مصيري مرتبط بمصيرك. يعني لو انت تعلقتي في حبل المشنقه ده، انا هتعلق في حبل المشنقه اللي جنبك. هي شهد قالت لي ان مفيده لازم أن تقول ان ريم عذبتني علشان انا اقول كده. عشنا وشوفنا مفيده دلوقتي بقى لها لازمه، اللي ما نعرف لها اصل من فصل. يلا ما هو لازم أن يكون في شاهد لكل ده. يعني خلاص روحنا في ايدين مفيده. تصدقي دي؟ يعني هي مفيده ممكن تقول لا؟ محدش قدام القرش يقول لا، خصيصا مفيده دي. يخرب بيت الفلوس واللي بتعمله في الناس. المهم شهادتك قالت لي ان هي هترتب زياره تجيب مفيده نتقابل معاها، وانا ممكن اجس ميتها كده افهم فيها. اللي انا مستغرباه له مش قادره افهمه، ازاي شهادتي تيجي تقابلك انت الاول وما تقابلنيش انا؟ على الاقل انا هفطمها. انا مستغربه للبت دي. ماشي يا شهد ماشي. انتي السبب، وكريمه دي مش لازم تخرج، دي لازم تموت في السجن زي ما قلت لك يا ريم. ما تقلقيش صدقيني هنلاقي حل. زي كده بالظبط ما دخلنا حسن مستشفى المجانين ولبسناه على المروان، هنعرف برضو نقتل حسن وكريمه واحنا بعيد خالص. زينب، ايه اخبار ملف الاستاذ عصام؟ انا ببص عليه اهو. المدير عايزه بسرعه. استاذ عصام ده عامل تقيل. حاضر اوكي شكرا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أرجو إن ما كنتش ضيف تقيل عليك. لا أبداً، تفضل نورتني. شكراً. يا ترى بصيتي في الملف؟ طبعاً بصيت في الملف، وفي نفس الوقت لقيت إنه في حد اسمه مرتبط باسم حضرتك في كل الملفات. هو ده شريك لحضرتك؟ فعلاً. وشريك في الشركة كمان؟ هو شريك في كل حاجة. هو شريك لحضرتك من زمان ولا من فترة قريبة؟ لا مش من فترة طويلة أوي، يعني من سنة تقريبا. على ما أعتقد هو اسمه أستاذ كرم محمد عبد الحميد النجار، صح؟ هو في مشكلة في الأوراق يا أستاذة زينب؟ لا أبدا، أنا بس كنت عاوزة أتأكد، لأنه ما كانش عندي المعلومة دي من الأول إنه في حد شريك مع حضرتك وهيبقى مسؤول. ما هو الأوراق كلها قدام سعادتك أهي وفيها كل حاجة. أعتقد كده إن الأستاذ كرم محتاج ينورنا. بس هو الحقيقة الفترة دي بره مصر، بس يمكن يجي الأسبوع اللي جاي. خلاص أول ما يجي بالسلامة
محتاجين نقعد معاه. الحقيقة أنت إنسانة صعبة جداً في التعامل. أنا كنت فاكر في الأول إنها مسألة أوراق وخلاص، وإنك بتتأكدي من صحة الأوراق، لكن اللي أنا شايفه قدامي بقى واحدة بتدور على أي مشكلة وخلاص. نورتني يا فند. طب انا هسيبكم 5 دقايق وارجع لكم تاني. الله ينيلك يا بنت. صنفرتي وتنجرتي وبقيتي بتلمعي يا مفيده. شغلك مع الغجر خلاكي ايه؟ على سنكة 10. الفلوس بتحلي وتدفي البردان وتخلي الجربان أمير. صح مظبوط، بتخلي الجربان اللي زيك ها أمير. بس المعفن اللي زيك يا بنت أما فلوسه بتخلص محدش بيعبره ببصلة، عارفة كده؟ مش موضوعنا. نادية جاتلي وشهد قالت لي ان انا هقابل سينا، بس قلت لها اعمل بيها ايه؟ انا هقابل ستك كل كريمه. ستك وتجراسك، وانت عارفه كده كويس. بكام؟ هو قال لي بكام؟ بكام؟ اصل كل حاجه وليها ثمنها، واحلى حاجه ان انا اللي بحدد السعر. اوعي يا بت تكوني فاكره ان انت ماسكاني من ايدي اللي بتوجعني. تبقى عبيطة وما بتفهميش. لا يد ولا رجل، موضوع هات وخد، مصالح. انت عاوزاني في حاجة وانا بقول ما فيش مشكلة، بس اعرف السعر كام. خلصي وقتي من الاخر. انا برضك مش هعفر معاكي كتير. انا ما يرتنيش ان الست كريمة بجلالة قدرها تترمي على البرش اكتر من كده. بس قبل اي حاجة سؤالوني نفسي اعرف اجابته. عشنا وشفنا مفيدة بتاعت المواعين والسلك والاطباع. بتسألني، اسألي وخلصيني. عملت أنا فيك إيه عشان تاخدي ولدي من حضني وتحرميني منه؟ اوعي تكوني فاكرة يا مفيدة إن أنا اللي خطفت ابنك. تبقي غلطانة بالعقل كده. لو أنا اللي خطفته يا بنتي ما كنت تويته في أي حتة وموته وخلصنا منه. بس أقول إيه، البت سينا بقى وزنها على ودانك، بت نادلة وقليلة الأصل، زيها زي اللي مشغالك ومشغالها بالظبط. هاخد 50,000. نعم يا روح أمك، قلتي إيه؟ 50,000. طب قومي من وشي، قومي بدل ما ارتكب فيكي جنايه دلوقتي وابقى مسجونه بجد. قومي يا بنت، فكري وابعتيلي. قومي ضحية لما تاخدك. هعمل ايه؟ يلا هين قرشك ولا تهين نفسك.